ايضا الزمالك يبدا في دراسه الاتحاد السكندري وتقرير فني من كابتن احمد مجدي. طلب جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك من جهازه المعاون توفير مباريات الاتحاد السكندري الاخيره في مسابقه الدوري الممتاز، وذلك قبل المباراه التي تجمع بينهما الخميس في المباراه المؤجله من الجوله الثامنه من مسابقه الدوري الممتاز. يسعى جوميز للوقوف على النقط القوه والضعف فريق الاتحاد السكندري لوضع الخطه المناسبه لمواجهته، سعى نحو تحقيق نقاط المباراه الثلاثه. وايضا يجهز كابتن احمد مجدي المدرب العام تقرير شامل عن فريق الاتحاد السكندري وتسليمه للمدير الفني خلال الساعات المقبله من اجل دراسته بشكل جيد قبل مواجهه الخميس. متيابا ينتظم في تدريبات الزمالك. شهر تدريبات الفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك اللي اقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي انتظام الاوغندي ترافيس متيابا لاعب الابيض. جاء ذلك عقب عوده اللاعب من بلاده بالامس ومشاركته في تدريبات المستبعدين من مواجهه مودرن فيوتشر الاخيره في اياب طبعا دور ربع النهائي من الكونفدراليه، قبل ان ينتظم اليوم في المران الجماعي بشكل طبيعي جدا. ويستعد الفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك لمواجهه الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهره في اللقاء المؤجل من الجوله الثامنه لمسابقه الدوري المصري الممتاز. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي. وضع الجهاز الطبي الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا علاجيا وتأهيليا لمصطفى شلبي لاعب الأبيض لتنفيذه بصالة الجيم. طبعا جاء ذلك عقب الإصابة اللي تعرض ليها اللاعب في لقاء مودرن فيوتشر بالأمس، وأكد الدكتور محمد أسامة أن مصطفى شلبي تعرض للإصابة كدمة في الضلوع خلال مواجهة مودرن فيوتشر، وأشار رئيس الجهاز الطبي أن مصطفى شلبي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة الاطمئنان على حالته وتحديد البرنامج التأهيلي الخاص به لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، وإن شاء الله يرجع في أسرع وقت. أيضا خبر آخر وهو مران استشفائي لاعبي الزمالك للأساسيين. وضع الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصة لمجموعة اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الأمس. أيضا أدت هذه المجموعة العديد من التدريبات التأهيلية الخفيفة بجانب فقرة استشفائية خاصة سواء داخل الملعب أو صالة الجيم تحت إشراف جواو ميخيل مدرب الأحمال بالفريق. واكتفت مجموعة اللاعبين الأساسيين بأداء الفقرة التأهيلية والاستشفائية فقط بدون المشاركة في التدريبات الجماعية. وفي سياق آخر حرص أيضا جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على عقد جلسة فنية خاصة مع مجموعة اللاعبين الأساسيين في مباراة الأمس أمام مودرن فيوتشر. اتكلم معاهم أكيد عن كل اللي حصل في المباراة، نقاط القوة والضعف والمواقف الفنية وأكيد السلبيات لأنه لازم يتكلم في كل الكلام ده. أيضا جوميز يشيد بأداء سامسون أكينولا. أشاد جوزيه جوميز بلاعبه البنيني سامسون أكينولا بعد تأهل طبعا فريقه النصف نهائي الكونفدرالية. وأكد جوميز في حديثه عن أن سامسون يقدم مستويات جيدة في الدقائق اللي بيشارك بيها وينجح دوما في منح فريقه الأفضلية الهجومية، وطلب المدير الفني من لاعبه الاستمرار على تقديم الأفضل في خلال الفترة المقبلة لحجز مقعد أساسي في التشكيل. ويمكن اخر خبر معانا وهو تصعيد اربع ناشئين في مران الزمالك، وده من اهم الاخبار الحقيقه اللي انا بحب اقراها واقولها لحضراتكم. شهر التدريبات الفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي تصعيد بعض العناصر الشابه من قطاع الناشئين بالمران. شهر التدريبات مشاركه محي جمعه واحمد رفاعي لاعب فريق 2003 بالاضافه الى محمد ابراهيم لاعب 2005 ومحمود الشناوي حارس المرمى 2004 بجانب محمد السيد لاعب الوسط 2006 الذي يتواجد بشكل دائم مع الفريق الاول. ويلعب محيي جمعه في مركز الظهير الايسر بينما احمد رفاعي كمدافع ومحمد ابراهيم يريد اللعب كظهير ايمن. شارك محيي جمعه واحمد رفاعي ومحمد ابراهيم ومحمد السيد في جميع فقرات المران سواء البدنيه او الفنيه. وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وكابتن احمد مجدي المدرب المساعد على منح هؤلاء اللاعبين العديد من التعليمات الخططيه. على جانب اخر شارك محمود الشناوي حارس المرمى الشاب في تدريبات
الحراس بجانب محمد عواد ومعاذ علاء الدين تحت قيادة المدرب لويز فيسنتي.